الدنيا مكسوره، في حديده بارزه من تحت كده، خلي بالك منها. محمد مش قاعد عندنا في الشغل، يعني انا معرفش عاوز متابعه معاهم. العتبه بقيت عشان الفواكه. لا اليمين عم بعتنا التيارين مرتين بني مش عارف باور. وردونا يا ابني على التليفون بني ما شفتش حاجه. بعتها تاني. الناحيه الثانيه، تعالى من الناحيه الثانيه. يلا يا ابني اطلع اطلع واقفل اطلع. في حد جوه؟ طب يلا اقفل اقفل بقى. عليها يا اقول له سهله اليمين سهله سهله، قول اليمين على طول. هو كده عم الصفا اساس بس اساس بس في حد هنا هو هنا باب المفتاح. يلا حمر جه يلا يا عم يا دجوه. ايوه عمال 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 الفراشه دي شيل يا عم الفراشه دي، شيل المراشه يا رمضان يا دكتور. شوف ارفع البلمه دي، ارفع ارفع البلمه دي. فين يا مصطفى؟ يا مصطفى عارف يا باشا هات لي عمال حي، هات لي عمال حي بسرعه. يا سيد متابعة يومية للمحل ده لمدة شهر يا حاضر. رئيس الحي فين؟ يا مهرام بيه؟ يلا يا عم طارق. يلا خليه يضم علينا يضم علينا يغلق. يلا يا ابني اطلع اطلع واقفل اطلع. في حد جوه؟ قول لي اليمين سيدة زينب، قول لي اليمين على طول.
ما فيش باب فاسح. هاي التليفون دي باب يعني. عمليات غرب. يلا باشا. يلا. يلا يا رمضان فين الدور يروح يجيب الدور من جوه هيجيب الهدوم خليه يجيب الهدوم يلا طلع الناس كلها بسرعه يلا طلع كله ارفع ايدك بسرعه يلا طلع الناس جوه كلهم يلا يا ريس طفي جوه مين هنا يلا طفي مين هنا مين جوه شيرين مواعيد يا عم الحاج شيرين مواعيد الساعه 9 ولا انا ما اعرفش عنها حاجه يلا شوف الحاجات دي فين
حاضر يا فندم. وانا هوقف هقول لك. حاضر. يلا يا حسن بيها لو مروا عربية بسرعة رمى بسرعة قدام جاد أمام جاد هاي نبيل حباش التليفون مع حي وسط كده سهل وسهل ومروا العربية عشان تتم التحميل